أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر عن تأسيس مصنع متقدم لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمول في منطقة أم الحول الحرة. يعني بإذن الله راح يكون هذا المصنع مشاهدينا الأعزاء هو دور حيوي في دعم قطاع التكنولوجيا المحلية، وكذلك راح يعزز من دعم التحقيق الازدهار في هذا القطاع سواء في دولتنا أو حتى على مستوى الشرق الأوسط بإذن الله تعالى. أكيد مشاهدين الكرام راح نتعرف وياكم أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا اليوم السيد حمد المهندي مدير إدارة تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة. في البداية مساك الله بالخير وسعداء بتواجدك معنا اليوم في برنامج حياتنا. لين أنا سعد، شكر لكم الاستضافة. واجبنا الله يسلمك ويعافيك. يا مرحبا يا أخوي حمد. طبعا عذرني نايف، أنا أبي أسأل سؤال شيء سريع ومبغت يعني. طبعا بس عبد نعرف الساده المشاهدين أكثر عن دور هيئة المناطق الحرة وإيش قاعد تقدم للمستخدمين. طبعا هيئة المناطق الحرة هيئة تم تأسيسها منذ 2018 وبدأت نشاطها من 2019. عندنا منطقتين حرتين، منطقة أم الحول اللي مقاربة لميناء حمد، ومنطقة راس بوفنطاس اللي مقاربة لمطار حمد. طبعا تم تأسيسها للتركيز على جذب الاستثمارات من خارج البلد لداخل البلد، وأيضا تم تركيز احنا تركيزنا أكثر على ثلاث قطاعات رئيسية، على كثير من القطاعات بس ثلاث قطاعات رئيسية من ضمن قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعات الثقيلة والخفيفة أيضا. شو اللي تم توقيعه وتوفيره إلى الآن في الفترة الماضية؟ لحد الآن تقريبا معانا 120 شركة في الفريزون مختلفة بين الصناعات الخفيفة والثقيلة والصناعات اللوجستية والصناعات التكنولوجيا وأيضا الصناعات الخدمية بعضها. نعم. طبعا اذا احنا نتكلم عن اللي هو نسلط الضوء على اللي هو جانب التكنولوجيا، نتكلم عن اللي هو المصنع لانتاج اجهزه الكمبيوتر المحمول في منطقه ام الحول، نتعرف عليه. نعم، هذا المصنع الله يسلمك تم تاسيسه بشراكه بين شركه اي لايف ديجيتال، هي شركه امريكيه عالميه رائده في مجال الالكترونيات مقرها في فلوريدا، وشركه برايم تكنولوجي المملوكه لشركه علي بن علي القابضه. الشركتين اشتركوا مع بعض لتاسيس هذا المصنع. المصنع المفروض بإذن الله أنه يبتدي الإنتاج شهر 8 خلال هذه السنة، والمصنع المفروض ينتج مجموعة من المنتجات من ضمنها الكمبيوتر المحمول الشخصي، الكمبيوتر المحمول، الساعة الذكية، وأيضاً الهواتف المحمولة. نعم، يعني أنا اللي أعرفه بالنسبة لي المراحل في المنطقة الحرة بأن رجل الأعمال أو الشخص اللي عنده سواء العلامة التجارية أو وكيل أو غيره يدخل على الموقع الإلكتروني ويعبي البيانات هذه وأنتم تطلعون عليها ويتم التواصل حسب القسم المختص من جانبكم. وأعتقد هذا ممكن اللي صار بالنسبة لشركة آي لايف، واللي يكون وكيلها هو اللي تواصل معكم، وبالتالي تم تطوير هذه الشراكة وترجمتها عبر مصنع محلي. صحيح، تم تطوير الفكرة، الوكيل كان عنده فكرة، والوكيل وكيلها الوكالة من فترة، وهاي المصنع يعتبر المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط. نعم. من لهم خمس مصانع، هذا خامس مصنع والوحيد في الشرق الأوسط. هو المصنع المفروض أنه بينتج 350 ألف وحدة أجهزة إلكترونية في السنة، والمفترض أنه بيخلق 160 فرصة عمل، من ضمنها 140 فرصة عمل ذات مهارة عالية. نعم. فاحنا متقابلين على خير. لكن شنو تعليقاتك على يعني من يتحدث عن العلامة التجارية وأن الطموحات تكون عالية من ناحية العلامة التجارية وتصنيفها العالمي، أهمية تواجدها، هي بتكون إضافة كذلك لدولة قطر وللمنطقة الحرة، ودولة قطر تضيف لهم كذلك بمثل الخدمات اللي اليوم توفرها، توفر مساحة، توفر مكاتب، توفر العديد من المميزات. أنا لما شفت المميزات اللي موجودة يعني لأن اليوم أنا قاعد أفكر بهذه الأشياء الموفرة، فليش ما يكون إن شاء الله في علامات تجارية أقوى؟ بإذن الله هاي الخطة، هي الميزة أن قطر الله حباها بموقع جغرافي مميز. الموقع جغرافي قطر تقع في النص في وسط الشرق الأوسط ونقطة وصل بين ثلاث قارات، بالإضافة إلى ذلك التواصل اللي ممكن يصير عن طريق ميناء حمد ومطار حمد ممتاز عن طريق قطر، فالاستفادة من هالأشياء كبنية تحتية ممتاز، وهي اللي خلى اللي هو أم الحول وراس بوفنطاس، راس بوفنطاس مقاربة للمطار وأم الحول مقاربة للميناء، عشان الاستفادة الأمثل من هال اللي يدعم يخلي الشيء إن الكلفة نازلة للمستثمر، وأيضا يدعم المستثمر ممكن يوصل لأسواق حولنا يعني.
ممتاز. طبعا احنا نايف ذكر وايضا تفضل ذكرت اللي هو عن تواصلكم مع الشركات وايضا الاشخاص اللي حابين مثلا يفتحون مثلا مشاريع في المنطقتين، وايضا لاحد الاسباب بعد المهمه اللي هو دور قطر او موقعها الجغرافي في الوصول للعالم. طبعا مثل هذه الاعمال او مثل هذه الشركات تحتاج اللي هو ايضا تعاون مع القطاع الخاص من اجل تحقيق هذه الرؤيه، وايضا ايصال خلينا نقول اللي هو احضار الشركات العالميه الى الدوحه لها دور ايضا من جانب الاستثمار في قطر. فنتكلم عن دور تعاونكم مع القطاع الخاص. احنا كثير مركزين على هالجانب، وهالجانب شيء اساسي بالنسبه لنا، عن طريق غرفة التجارة، عن طريق التنسيق مع القطاع الخاص بشكل مباشر. المصنع اللي تكلمنا عنه اليوم مثال حي للشراكة بين القطاع الخاص وشركات عالمية. عندنا أيضا يوتونغ، شركة يوتونغ الصينية اللي مشتركة مع وزارة مع شركة مواصلات لتصنيع حافلات كهربائية ل 2022 ولقطر المواصلات العامة بعد 2022. من ضمنها أيضا شركة غصينة الفرنسية مشتركة مع شركة العطية في مشروع عندنا اللي هو مشروع المحركات الكهربائية، وبالفعل اوريدي بعثوا اول شحنه لشركه كيو تيرمينالز لمينا حمد كإنتاج. فهي القطاع مركزين عليه احنا بشكل اساسي، بالذات شراكات القطاع الخاص مع الشركات العالمية وتوفير البيئة المناسبة لهم لاستغلال الأمثل. نعم، يعني شفنا موضوع كيو تيرمينال، وبصراحة حتى التدشين كان راقي من هذا الجانب، ويبين التصميم والتصنيع يعني له جودة ومعايير. حدثنا أكثر عن هذا الجانب، حدثنا عن الشحنة الأولى هذه اللي قلت عنها، يعني انطباعكم وبإذن الله المستقبل منها. احنا التكنولوجيا بشكل عام كقطاع مركزين عليه، ومركزين على التكنولوجيا والقيمة المضافة في كل الصناعات اللي ننتج عليها، فبالذات المركبات الكهربائية أو مشروع يوتونغ مع مواصلات، مشاريع ذات طاقة مستدامة تستعمل طاقة مستدامة على الكهرباء، وأيضا مشاريع نوعية لأنه إمكانية التصدير لها عالية جدا لأسواق خارج البلد مش فقط لداخل البلد. فإحنا كثير مركزين على هالمشاريع، وناخذ وقت تطوير هذه المشاريع مع المستثمرين أيضا. ممتاز. طبعا اذا احنا نتكلم نرجع شوي نقطه للوراء اللي هو للمصنع انتاج اجهزه الكمبيوتر المحمول، فنتكلم اللي هو عن الموعد المقترح لبدء مصنع عمليات الانتاج، وايضا عن الطاقه اللي راح ينتجها هذا المصنع. باذن الله المفروض ان المصنع يبتدي انتاج شهر 8 من هذه السنه باذن الله اغسطس، والمفروض انه بينتج 350 الف وحده جهاز الكتروني في السنه. الهدف ايضا مش بس للسوق المحلي، الهدف ايضا التصدير للشرق الاوسط ولشمال افريقيا من هذا المصنع، بعض دول الشرق الاوسط وخارج ايضا الشرق الاوسط. ممتاز. يعني انا وصلت لك صوره بالنسبه لي العلامه التجاريه، واللي يعني ممكن المجتمع القطري يعني له معايير معينه تمام لا يتنازل عنها، ولكن هذا لا يعني بأن العلامة التجارية ما يكون لها تواجد وما لها إقبال، بالعكس في كذلك بعض الفئات ترغب بهذه النوعيات. ولكن نتحدث عن التصدير اليوم، ممكن آي لايف تواجدها في دولة قطر يكون هي المنصة بالنسبة للشرق الأوسط، هل ممكن يزيد تواجد اسم دولة قطر في مجال التكنولوجيا عن طريق اليوم هذه الشركة وبكرة شركات أخرى راح يكون ضمن التصنيع، أن تم التصنيع في دولة قطر من هذا الجانب؟ صحيح، هو وجود مصنع بهالشكل يمثل قيمة مضافة لنا كفريزون، ويمثل لنا أيضا رسالة للشركات الأخرى أي المشاريع وأي نوعية المشاريع اللي إحنا نستهدف نجذبها. بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا وجود هالمشاريع، وجود جوجل بالخدمات السحابية، مايكروسوفت، شركة تاليز الفرنسية أيضا، يرسل رسائل للشركات العالمية أن قطر مستعدة لاستقبال هذه المستثمرين، جاهزة، وعندنا بنية تحتية متطورة يعني بالفايبر والفايف جي، فقطر جاهزة فعلا أن تكون محطة لهذه المستثمرات عشان مو بس تنطلق من قطر الى الشرق الاوسط والمناطق المقاربه لنا والمجاورين. بالضبط. اذا احنا بس نتكلم اللي هو نبذه سريعه عن اللي هو تواصلكم يعني كهيئه المناطق الحره مع اللي هو الاستثمارات الخارجيه لجذبها الدوحه، طبعا يمكن هناك اللي هي وكاله ترويج الاستثمار في قطر، وايضا العديد من الشركات دائما اللي هي تكون مسانده لكم في جلب هذه الاستثمارات. احنا تنسيق طبعا دائم مع كل الجهات اللي ذكرتها، بالاضافه الى ذلك طبعا بسبب الكورونا ركزنا اكثر على التواجد الالكتروني الويبينارز وغيرها،
من محاولة التواجد مع السوق. الغريب أنه كورونا أثرت بس ما أثرت، النشاط مستمر، وبالعكس أغلب هذه الإنجازات أيضا طورناها أثناء فترة الكورونا، فكنا فرحين أن سعيدين أن التأثير ما كان الحمد لله ما كان لهالدرجة يعني. نعم تفضلت وذكرت اللي هو اهتمامكم بالجانب التكنولوجي، فأكيد كانت هناك عندكم الحلول البديلة لأساس أنه ما تتفاقم الأمور، أيضا يتم الحفاظ على سير العمل. صحيح. نعم يعني هذا الاستثمار في القطاع الصحيح، نتكلم على القراءة للمستقبل. صحيح. وبالفعل يعني جزء عظيم من المستقبل في التكنولوجيا. أنا بصراحة بطلب منك طلب وعلى الهواء مباشرة. تفضل. نحتاج تواصل أكبر منكم في المنطقة الحرة مع الجانب الإعلامي. أنا عندي بشكل شخصي المعلومات الكافية على كمية الإنجازات وكمية ممكن العقود اللي حتى لين اليوم أنت في بعضها ما ودك أنك تعلن عنها، ولكن العالم أو المجتمع القطري يحتاج يعرف عن إنجازاتكم اللي موجودة. تشتغلون ويبين عليكم، ولكن إعلاميا لازم تأخذون حقكم أكثر، ويعني حتى لازم يعرف حتى عزيز المشاهد بأن أنا سألت أخوي حمد قبل الهواء وقلت يعني هل أنا ملزم أني أنا ما أطلع من إطار معين؟ الريال قال لي اسأل اللي تبي، ما عندي أي مشكلة. السؤال موجود، ولكن نبيكم تكونوا موجودين معنا أكثر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إحنا هيئة جديدة نسبيا، والعمل ساري وقائم. قطر عندها كل المقومات أن تكون صرح اقتصادي كبير. عندنا بنية تحتية ممتازة، من أكبر وأفضل البنية التحتية في العالم، مطار حمد وميناء حمد، وإحنا مكملين لهم ومسقين معاهم. الحمد لله كل هيئات البلد داعمة لنا وماشيين إن شاء الله على طريق، وإن شاء الله بتسمعون اللي يسركم أكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى. ونتمنى التجار كذلك يكون لهم تواصل أكثر وأعمق معكم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا إذا يعني كختام نتكلم وياك عن الخطوات المستقبلية لهيئة المناطق الحرة خلال الأشهر القادمة أو السنوات القادمة. بإذن الله احنا عندنا متواجدين الأسبوع القادم في المنتدى الروسي اللي هو سبيف. قد ما نقدر قاعدين نركز أكثر على الويبينارز، قاعدين نركز خلال هالسنة إن شاء الله بإذن الله بتسمعون عن في إنجازات أكثر، في شركات أكثر، في احنا قطاعات يمكن ما ذكرناها اليوم مثل القطاعات الصحية. قطاع الصحية اللي مركزين عليها اوريدي وقعنا مع كذا شركات محلية في قطاع الصحي، وفي توقيع مع شركات إضافية في قطاع الصحي وفي قطاع الخدمات اللوجستية أيضا. يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة ممكن يكون في تصدر أكبر إن شاء الله للمناطق الحرة وتوقيعاتها خلال الصحف المحلية والإعلام. كل التوفيق لكم. ويعني هذه فقرتنا اليوم، حاولنا نغطي قطاع من قطاعاتكم في المنطقة الحرة. كل التوفيق لكم أخوي حمد المهندي، مدير إدارة تطوير الأعمال بهيئة المناطق الحرة. يعطيك العافية. العافية. شكراً. يعطيك العافية. وأيضاً شكراً لتلبية دعوتك بحيث أن تكون معنا اليوم في برنامج حياتنا. شكراً لك.